كان ليك تصريح عن الفنان يوسف الشريف الحقيقة بسبب تصريحاته عن رفضه للتلامس على حد تعبيره يعني في الأعمال الفنية. فتقول لي رأيك إيه في القضية دي وشايف الموضوع ده إزاي؟ أنا بحترم يوسف الشريف جدا، بحترم فنه، وفنان محترم ملتزم جدا جدا جدا. ممكن نختلف مع بعض على حاجة بسيطة، ان هو مثلا هو ما بيحبش التلامس للفنانين للفنانات، فهو طبعا يحترم، هو شخص محترم جدا جدا، ولكن هنا انت الضرورة الدرامية ساعات مثلا انك انت بتبوس ايد امك في المسلسل، فما ينفع يعني حتى لو زوجتك او اختك في العمل يعني او مثلا بنتي مثلا هنادي مهنا، انا بقول لك مثلا عربية هتخبطها فبشدها عشان العربية ما تخبطهاش، دي ضرورة درامية جوه العمل، فملمسش، لا مقدر، ما ينفعش. فهنا ده كان اعتراضي، وكان الاختلاف لا يفسد للود قضية. أنا قلت رأيي وهو قال رأيه، وهو رأيه يحترم، وأنا رأيي يحترم. بس هو طلع قال أنا ما قلتش التلامس، أنا قلت المشاهد الساخنة، المشاهد الفراغ. لا 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 كانت لا كانت القصة ليها علاقة بالتلامس، بالتلامس بشكل عام. بس لكن رأيك في مشاهد بقى الإغراء أو المشاهد الساخنة يعني عن نفسك؟ لا يعني لو تعرض عليك دور في مشاهد ساخنة، اللي أنا عايز أقوله لك الحقيقة إن ما بقاش فيه مشاهد ساخنة خلاص، السينما ما بقاش فيها ده، ده كان زمان. دلوقتي يعني فكرة السينما النظيفة اللي بيقولوا عليها ديت أو أيا كان، يعني هم دلوقتي يقول لك لا خلينا في السيف سايد، لا نعمل كده عشان ما نرضي كل الأذواق والعائلات والبتاع، فبقى الموضوع ده سائد في السينما، ما بقاش فيه تقريبا بنسبه 99%. فما يعني فكره المشاهد الساخنه ما بقتش موجوده خلاص، انما فكره لو موجوده يعني ايه، لو اتعرض عليك عمل يعني في مشاهد ساخنه تقبل ولا ما تقبلش؟ لا عمل محترم مش قضيه وفكره، مش قضيه وفكره معينه، انا ما يعني مش هعمل انا مشاهد ساخنه، انا كمان يعني اللي هي القوي دي لا مش هعمل. لكن انا لما تيجي مثلا مشهد فيه امي مثلا بتموت، مش حاجه اسمها ما المسهاش، يبقى ما ابص راسها يعني، فاهم ازاي؟ ما اخدش امي في حضني، الحاجات ديت دي ضرورات دراميه، ده اللي انا بتكلم فيه. بنتي مثلا، بنتي بتعيط على كتفي، وبنتي كانت في المسلسل طويله ويعني يعني انسه يعني، فبتيجي بس تعيط على كتف ابوها، مش دي مش مشكله، لان علشان تبقى انت مصدق لازم تعمل المشهد مظبوط. الضرورة الدرامية بتحكم انك تأدي المشهد زي ما هو مكتوب. الأستاذ وحيد حامد لما طلع مع وائل إبراشي لسه كان فترة بيقول ان في الحروب والغزوات السيدات كانوا يعالجون المحاربين، كانوا يعالجون المحارب في عصر الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ففكره التلامس في حد ذاتها ديت هي مش قضيه، مش ممنوعه بشكل قطعي، لا انك انت الاعمال بالنيات وكل امرئ ما نوى. بس ممكن حد يقول لك يعني ده عمل فني يعني ترفيه، يعني مش لازم يعني تلامس، ومش لازم احضان، ومش لازم كده. ما احنا ما بنتكلمش، لا حد ممكن يقول كده، ما بنتكلمش على احضان ولا اي حاجه، من المشاهدين العاديين. حبيبي انت ليه ترجع تاني لفكرة الاحضان تاني؟ ليه بتقول كده؟ لا انا بقول تلامس، ما قلتش احضان. لا انت قلت احضان دلوقتي، قلت تلامس واحضان لا ما فيش كلام من ده، ما فيش ما فيش هي ما فيش مشاهد ساخنه خالص، انساها بقى. انما يعني مثلا انا داخل على جماعه بسلم عليهم وفي وسطهم واحده، مش معقول مش هسلم عليها، فمش الفن مش هيوصل للدرجات دي عمره، انك انت طب خلاص بقى بعد كده ما نعمل نحجب الرجاله ونخليهم يمثلوا ستات، لا طبعا. في فتره من الفترات المسرحيات مثلا كلها رجال فقط تعرض في السعوديه، دلوقتي حتى المملكه العربيه السعوديه يعني بقى اصبح فيه انفتاح. القصه انك انت الفن لازم يبقى فيه مصداقيه، بس مصداقيه وبشرف وبنوايا سليمه. في ما فيش يعني الممثل ده لما مثلا بيعمل اي مشهد من المشاهد 20 واحد حواليه، واحد بيظبط له اضاءه، واحد بيعمل له مش عارف ايه وبتاع، مفيش الخلوه بقى يعني زي ما بيقولوا عليها دي. لا 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 مفيش كلام من ده.